هدف، هدفي سيزان وماديسون، والهدف لمحسن ياجور بالنسبة لقطر، كرة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية البلد، إلى خارج أرضية البلد، إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة قطر الآن. على مروره، يا سلام على ثقة بنفسه، والكرة في النهاية تبعد من أمامه إلى رمية تماس. بعد الدمج أصبح من لاعبي نادي هم الإسمان فقط يعني اللي بقوا بعد الدمج مع منذ البداية في هذه المباراة. كرة ملعوبة، ماجد محمد، إهلال في شوطها الثاني، كل ما يتبقى كرة عرضية عالية، والكرة مرت من أمام مشعل عبد الله وتحولت إلى ركنية مرة أخرى. يبحث عن زميل تصل لفايس مور، الله الله على مرور ممتاز على عرضية لوسيانو يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. خروج اللاعب محمود سعد تلقي العلاج. أقي راح يتعامل مع إهلال، هنا لدينا فلاديمير يمر، لكن الكرة تتخلص مع إهلال، مع سعود الخلاقي، مع سيد حسن.